السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هنعرف ازاي نسطب اي مكتبه مش موجوده على جوجل كولاب، بحيث ان انت تقدر تستخدمها في اي نوت بوك جديده من غير ما تحتاج ان انت تسطبها في كل مره تفتح نوت بوك جديد. تمام، فاول حاجه احنا طبعا متوصلين دلوقتي بجهاز عند جوجل، تمام، وعملنا كمان ماونت لجوجل درايف. هنا عاملين ماونت لجوجل درايف اهو، تمام. فانت تأكد ان الحاجتين دولت معمولين، ولو انت مش فاهم اللي انا بتكلم عنه يا ريت ترجع للفيديوهات التانية في الكورس فتفهم كل حاجة ان شاء الله. تمام، اول حاجة المكتبة ديت مش موجودة على جوجل كولاب، تمام. فلو انا حتى عملت لها امبورت دلوقتي وشغلتها هيديني ايرور، هيقول ان المكتبة ديت مش موجودة، تمام. طيب فبعد كده، فطب احل المشكلة ديت ازاي؟ بص يا سيدي، اول حاجة احنا هنعملها ايه؟ اول حاجة احنا هنغير المسار بتاعنا لجوجل درايف، تمام. ده اول سطر. تاني سطر هنا هنعمل فولدر مثلا اسمه ليب، ماشي، جوه فولدر اسمه بروجكت. الفولدرين دولت موجودين فين؟ موجودين جوه الدرايف بتاعنا، تمام. طبعا هنحط هنا سلاش بي، تمام، داش بي، تمام. فعشان هنا ايه داش بي دي معناها ايه؟ معناها ان هو حتى لو الفولدر بروجكت ديت مش موجوده عندك على جوجل درايف هو هيعمله، تمام. وجوه الفولدر بروجكت ده هيخلي مين؟ هيخلي فيه فولدر تاني اسمه ليب. الفولدر ليب دي بقى دي اللي احنا هنسطب فيه المكتبه بتاعتنا، تمام. تمام، فلو احنا جينا عملنا ران للامر ده كده، تمام، فهو دلوقتي غير المسار بتاعنا لجوجل درايف، وجوه جوجل درايف راح جاي عمل فولدر اسمه بروجكت، تمام، وجوه الفولدر بروجكت راح جاي عمل فولدر تاني اسمه ليب، تمام. فتعالى كده نشوفه هنا، هو ادي الدرايف بتاعنا او ادي ماي درايف كده الدرايف اهوت، فهو عمل فولدر اسمه بروجكت، تمام. طبعا الفولدر دي موجوده عندي قبل كده، تمام. فهو راح جاي عامل جوه الفولدر بروجكت ده راح جاي عامل فولدر تاني اسمه ليب، ادي الفولدر ده، تمام. الفولدر ده اللي احنا هنسطب فيه المكتبه بتاعتنا. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل امبورت سيستم، تمام، وبعد كده ادى اسم المكتبه اللي احنا هنسطبها، هنقول له بيب انستول. الجزء المهم بقى اللي هو الجزء ده كده، تمام، تقول له داش داش تارجت بيساوي وتديله المسار بتاعك، تمام. لازم طبعا علامه الدولار ديت دي مهمه. ليه؟ علامه الدولار ديت بتوضح لك ان انت بتستخدم الفاريبل بتاع البايثون. يعني ايه؟ يعني الليب باس دي عباره عن فاريبل موجود عندك في البايثون، تمام، متغير موجود في لغه بايثون، تمام. انما اللي انت بتعمله دلوقتي بتعمل ايه؟ بتنفذ كوماند لاين، يعني في التيرمينال، المفروض في التيرمينال. واتكلمنا عن الموضوع ده، تمام، عشان الموضوع عشان السطر ده بيبدا بعلامه تعجب، تمام. فالمفروض ان انت دي حاجه ودي حاجه تانية خالص. طب ازاي استخدم بقى الفاريبل بتاع بايثون في كوماند بتاع تيرمينال؟ هعمل الكلام ده ازاي؟ بتحط قبل الفاريبل بتاع بايثون بتحط قبله علامه الدولار دي، تمام. فلما تحط قبله علامه الدولار فهو هيفهم انت عايز تاخد النص ده، تمام، فهو ياخد قيمه المتغير اللي هو النص ده كده، تمام. بس فدي الفكره كلها، تمام. فهو يعني كانك انت خدت النص ده، لو انا عملت خدت النص ده قط، تمام، وشلت الجزء ده كله على بعضه وحطيت ده هنا، هو ده نفس الامر بالظبط، تمام كده. فدي الفكره كلها، بس عشان بقى ما تكتبش الحاجه اكتر من مره فهو يعني ايه بيوفر عليك، تمام كده. طيب بعد كده بتدي له اسم المكتبه اللي انت عايز تنزلها اللي هو بايبر كليب، تمام. دي المكتبه اللي احنا عايزين ننزلها. السطر اللي بعده بقى دي مهم جدا. السطر اللي بعده انت بتضيف المكان اللي انت سطبت فيه المكتبه لللايبراري او الباس بتاع بايثون، تمام. هو اي برنامج انت بتيجي تشغله على البايثون او اي مكتبه بتعمل لها امبورت او اي حاجه، اول حاجه بايثون بتيجي تدور عليها بتدور جوه الباس ده، تمام، بتدور جوه بتاع المتغير ده، تمام. دي طبعا عباره عن يعني حاجه شبه الليست كده، تمام. فهي بتشوف المسارات اللي موجوده عندها، فاحنا هنحط المسار بتاعنا ده في اول حاجه خالص، في الاول خالص، عشان اول ما تيجي تدور تلاقي المسار اللي احنا ثبتنا في المكتبه فتلاقيها على طول وما تدلكش اي ايرور، تمام. فدي السطر دي مهم جدا. فخلاص الموضوع يعني ان الجزء ده كده بيعمل لك ايه؟ بيضيف المسار بتاعنا اللي احنا سطبنا في المكتبه للمسارات اللي بايثون بتقدر تتعرف عليها، بحيث لما تيجي تدور في المسارات اللي هي عارفاها تلاقي المسار اللي موجود في المكتبه بتاعتنا، فبالتالي ما تدلكش اي اخطاء ولا تديلك اي ايرور، تمام. فتعالى كده نشغل الجزء ده كده. طبعا هو هيسطب المكتبه ويضيف المكان اللي احنا سطبنا في المكتبه للباس بتاع بايثون، تمام. طيب بعد كده تعال نعمل امبورت، بسم الله، تمام. فهو عمل امبورت وما ادلكش اي ايرور اهو، تمام. فكده المكتبه ايه؟ اتسطبت الحمد لله. طب ازاي بقى ان انا اقدر استخدمها في نوت بوك جديده؟ افرض مثلا المكتبه اللي انت مسطبها ديت مثلا حجمها 200 ميجا مثلا ولا 500 ميجا، فانت هتقول كل مره تيجي تسطبها فوجع قلب. لا، احنا نعمل ايه؟ انت هتاخد بس الكود دهوت، تمام، الكود ده زي ما هو كده، تاخده كنترول سي كوبي، تمام، واي نوت بوك جديده تنافس فيها الامر ده اللي هو الكود ده. تعال نعمل حتى نوت بوك جديده هنا،
تمام. فاحنا كده عملنا كونكت وعملنا ماونتنج لجوجل درايف في النوت بوك الجديد تمام. تعال نعمل كنترول في، يعني كده اضفنا خلاص، احنا حطينا الكود اللي احنا عايزينه تمام. فهو كل اللي هيعمله هيغير المسار بتاعنا لجوجل درايف، وبعد كده نشوف المسار اللي احنا حطيناه في المكتبه تمام. وبعد كده هنعمل طبعا مش محتاجين هنا الاو اس تمام. بعد كده نقول له امبورت سيستم ونضيف المكان اللي احنا حطيناه في المكتبه، وبعد كده نعمل امبورت المكتبه بتاعتنا. فتعال نعمل رن كده تمام، ما عملش اي حاجه ولا ادالك اي ايرور، فكده الحمد لله المكتبه اتسطبت عندك تمام كده بس. فدي حتى نوت بوك جديده، لا عملنا فيه اي حاجه ولا سطبنا مكتبه ولا عملنا اي حاجه. فدي الفكره كلها تمام. طبعا دي مهمه جدا، بحيث لو مثلا انت مثلا ساعات في مكتبات مثلا او مشروع معين انت عايز المكتبه، ممكن تكون المكتبه متسطبه على جوجل درايف مثلا، متسطبه باصدار معين انت عايز تسطبها باصدار تاني تمام. فدي الامر ده هيفيدك كتير جدا تمام. بس كده، فيا رب يكون الفيديو ده عجبكم واستفدتوا منه. يا ريت لو لسه ما اشتركتش معانا في القناه تنزل تحت وتعمل اشتراك وتفعل الجرس، ولو عجبك الفيديو يا ريت تعمل لايك وشير مع اصحابك، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله. يلا سلام عليكم.